يقول ما السبيل لخشية الله عز وجل في الغيب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السبيل لخشية الله عز وجل في الغيب هو كلمة واحدة، أن تعلم أن الله يراك، هذا هو السبيل، وأن تعلم أن نظر الله يسبق كل نظر. ولذلك قال بعض السلف، يعني يقول بعض السلف: عليك أن تستحي من الله عز وجل كحيائك من أحد صالح قومك، كحيائك من أحد صالح قومك. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود قال: استحي من الله حق الحياء. قال: إن نستحي من الله والحمد لله. قال: لا، ليس كما تقولون، إنما من استحي من الله حق الحياء حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وأكثر من ذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. والله أعلم.